طبعا هذا العرض اللي شفتوه في الاحساء طبعا من فرقه اسمها رعد تيم، واسم الفن هذا والرياضه اسمها رولر سكيت. اتمنى هذا العرض الشو عجبكم وصار خفيف عليكم اليوم، ولا تنسون الاشتراك في قناه اليوتيوب اسمها سناب واحد الاحساء، اطلعوا على تقاريري السابقه. واخيرا تحياتي واحد الاحساء، في امان الله.